بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية في عدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، استهلها بتفقد مشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية والسكن البديل في منطقة شمال الحرفيين في الدويئة في محافظة القاهرة. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمختلف الصناعات خلال هذه المرحلة، ومشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات في منطقة شمال الحرفيين في الدويئة يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الهندسية في القوات المسلحة بالتعاون مع المحافظة وصندوق التنمية الحضرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية لتحولها إلى مناطق خدمية تؤدي خدمات متكاملة للمواطن. خلال الجولة أشار محافظ القاهرة إلى أن مشروع شمال الحرفيين الذي تنفذه الدولة يأتي بهدف استيعاب مختلف الأنشطة والورش التي لا تناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية ومع الأهمية السياحية لها. خلال الجولة أيضا تفقد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجا لأحد المحال المخصصة للورش الحرفية بالممشى التجاري.